الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات في الاتحادات المهنية واتحاد عمال السودان واتحاد المعاشيين ورابطة المرأة العاملة، الحضور الكريم من الضيوف من الدستوريين والإعلاميين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة الواحد أول حاجة يشكر أخواننا اللي رتبوا لهذا اللقاء، وهو لقاء ارتبط أنا أقول بمناسبتين. المناسبة الأولى هي عيد الاستغلال، ودي مناسبة من حق كل اتحاداتنا أنها تحتفل بها، لأنه كلنا بنذكر الدور الرائد لاتحاداتنا، اتحادات العمال واتحادات المهنيين، ودوره في تحقيق الاستغلال وفي مناهضة الاستعمار، وكانت هي رأس الرمح اللي قاد الحركة السياسية والحركة الوطنية حتى نال السودان استغلاله. وأنا دائما بذكر بالفخر والإعزاز الرعيل الأول من قيادات هذا البلد من سياسيين ومهنيين وعمال فيما حققوه. كان السودان أول دولة أفريقية جنوب الصحراء تنال استغلالها، ونالوه بذكاء حقيقة أذهل القوى الاستعمارية، لا إراقة دماء ولا مشاكل. واحد جداً خاطب الزعيم الأسري رحمه الله، قال له: حررت البلد، لا موت لا كرب لا حول، يا الضرغام عناية المولى، لو كان المخلوق بيذكروها لعبة ذكية ولعبة سياسية. ولأول مرة القوى الاستعمارية يحصل لها خدعة بصورة ذكية في السودان هنا، لأنه تم الاستغلال بقرار من داخل البرلمان وليس بالبندقية. فالتحية للرعيل الأول، ونسأل الله سبحانه يتقبل منهم هذا الجهد. نعم، الاستغلال ده سلعة غالية ويجب الحفاظ عليها، والسودان بلد غالي وشعبه غالي ويجب الحفاظ عليه. ونحن لما نتكلم عن استهداف السودان، ما عشان نبرر أي موقف أو أي ضائقة أو أي قصور، لأن دي حقيقة سمونا بمحور الشر، وسمونا بالدول المارقة، وكنا على قائمة الدول المستهدفة بتدميرها، كانت 7 دول في القائمة. ما حدث للعراق وما حصل لسوريا واليمن وليبيا وما كان مستهدفهم مصر وتونس، ونحن الدولة رقم 7 اللي كانت في القائمة رقم 1. السودان متعرض الآن لتآمر ما جديد، يكفي أن التمرد في جنوب السودان بدأ في عام 1955 قبل إعلان الاستغلال، وقتها لسه كان في حاكم عام بريطاني قاعد في الخرطوم. حصل التمرد بحجة أنه الجنوب مظلوم. منو ظلم الجنوب؟ هي كانت فرية، لأنه لسه السودانيين ما حكموا نفسهم الحكم كامل حتى يظلموا بعضهم البعض. لكن كان هو الهدف أنه السودان بكل قواه البشرية والمادية
يجب أن يعملوا له حواجز ويعملوا عقبات ومتاريس حتى ما يقوم بدوره الرائد في تحرير الغارة. ده تآمر، وظل التآمر يتواصل يا جماعة إلى أن الآن نحن في وضع الدولة محاصرة اقتصاديا 21 سنة. نحن في أمة الدول الراعي للإرهاب، وما في حادثة واحدة نسبت إرهابية للسودانيين أو السودان. ما في دولة قاطعوها وحاصروها اقتصاديا ما تأثرت، حتى الاقتصادات القوية والنامية. وأقرب مثال ما حصل للليرة التركية في فترة وجيزة، في خلال شهر فقدت الليرة التركية 50% من قيمتها. نحن معرضين لحصار وحرب، فقدنا موردنا الأساسي في دخل الدولة من هو بترول الجنوب، واستنزاف بحرب في مواقع مختلفة من السودان. لكن رغم ذلك السودان ظل صامد، لكن في معاناة، في معاناة نحن عايشينها ومعايشينها وبنعمل عليه حلها وحلحلتها إن شاء الله. رغم كل هذا الحصار، نعم كسرنا شوكة التمرد وحققنا الأمن وجمعنا أهل السودان في حوار ما مسبوق وما حيتكرر في حتة تانية، لأنه دي إبداعات أهل السودان. هناك بيتكلموا أنه والله الحكومة دي قعدت 30 سنة ما عملت حاجة، واللي اتعمل في البلد ده ما عملوا السياسيين، اللي اتعمل في البلد ده خططوا له انتوا في مواقعكم المختلفة، انتوا خططتوا ليه المشروعات اللي نفذت في شتى المجالات، انتوا ان نفذتوا المشروعات في شتى المجالات. لو جينا مشروعات البنية الأساسية، آلاف الكيلومترات المسفلتة داخل وخارج المدن، وكباري ومطارات، كهرباء وشبكات كهرباء غطت معظم السودان الآن، ما تحقق في التعليم العام والتعليم العالي، ما تحقق في المنشآت الصحية، ما تأثر في المياه وخلافه. دي كلها مشروعات انتوا خططتوا لها وانتوا نفذوها وانتوا الشهود عليها. لكن الشعب السوداني يستحق أكثر من كده كمان، يستحق أنه يعيش عيشة كريمة وأن نحلحل مشاكل الناس. ولازم نحن خاصة الناس الخدمة العامة، نحن عايزين خدمة عامة مؤهلة، والحمد لله نحن نتأكد أنه عندنا كوادر مؤهلة، بدليل أنه الآن الكادر السوداني هو المرغوب الأول سواء في دول الجوار أو في دول الخليج أو خارج القارة حتى في أوروبا وأمريكا. عايزين خدمة مدنية وخدمة عامة منضبطة، لأنه بدون انضباط ما بيتم إنجاز. عايزين خدمة عامة مشاكل الأساسية محلولة، لأنه الإنسان عشان ما يعطي لازم يكون هو متفرغ ذهنيا للعمل اللي قدامه. إذا كان عنده مشاكل في أكل البيئة في المعاش، ولا مشاكل في تعليم، ولا مشاكل في علاج، ولا مشاكل في سكن، طبعا ده ما بتتوقع منه أن يديك الإنجاز المطلوب. لذلك احنا عملنا دراسة، لو مسكنا الرواتب، نعم الراتب الآن دون الطموح ودون تحقيق الاحتياجات الأساسية للإنسان. عملنا دراسة، حددنا الحد الأدنى للأجور ممكن يكون كم عشان ما يكون راتب مجزي، وعبدينا برنامج بتاع زيادات للرواتب حتبدأ من الشهر ده وليس بعده. أكدنا على تجويد وتطوير خدمات التأمين الصحي وتعميمه عشان نوفر الخدمة الصحية لكل، ليس للعاملين فقط وإنما لكل مواطن سوداني إن شاء الله. أما أخواننا المعاشيين ودل الناس الأعطوا، نعم أعطوا زهر الشباب ونعطوا جهدهم للبلد دي، وجو المرحلة الناس البلد تحافظون حقوقهم وتديهم حقوقهم وترعاهم،
لانه في رعايتنا يا جماعه ما رعايه لنا احنا كلنا. ما الناس برضه ماشيه المعاش مش كده؟ وكل دول احسن يحضر الحاجه اللي قدامه. فالاحتلال المعاشين بتنظيمات باماكن مختلفه فحل اشكاليات في زياده الدخل بتاعهم في توفير احتياجاتهم الاساسيه ان شاء الله. دي كلها نحن في حساباتنا، لانه المعاش ده الانسان الاعطى ويجب انه على الدوله ان ترعاه حتى بعد ما نزل المعاش. ايضا العمل على توفير الخدمات لاسر العاملين في شتى المجالات، سواء في التعليم وتعليم ابنائهم في محتوى المستويات من التعليم قبل المدرسي والتعليم العام والتعليم العالي. ايضا حديث عن دعم سله العاملين في المواسم المختلفه حتى تساهم في تخفيف الضغط واعباء المعيشه على العاملين سواء في الدوله او خارج الدوله، مع ايضا اعطاء اعتبار للفقراء والمساكين الناس اللي بتلقوا الدعم المباشر. والمعاشين انا بهتم بالمعاشين ليه؟ لانه العاملين ممكن يضغطوا بهم اتحادات مش كده؟ وممكن يضربوا وممكن يعملوا اكفاء احتياجيه، لكن المعاشين دير في ذمتنا، هي مسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى. سكن العاملين، عمل خطط إسكانية وصناديق خاصة لإسكان كل العاملين والمهنيين، لأنه من الضروريات بتاعة الإنسان يكون في سكن. والواحد قاعد جوا بيته ده يا جماعة كان ماكن ولا ماكن ما بده يجيب خبر مش كده؟ لكن أنا من الناس اللي ما بؤمن أنه الزول يمشي أجر، ولكن سكفت في راكوبة ما بأجر. يجي اخر الشهر وانت تقسم في الماهيه زي الكيمان المراره، تاخذها بجاي قصرت بجاي، تسدها بجاي قصرت بجاي، وانت في اللحظه دي يجي واحد يدق الباب، تشيل البستيل انت قال له سيد اللبن. وتفاجأ الواحد فايق بمنظر مخيف، لأنه ده ما سيد اللبن، ده سيد البيت. ويجيك ويقول لك والله يا أخي إحنا عندي بنتي دارين عرسوها محتاجة بيتي، عايزك تفضلي البيت وعايزك تزيد الإيجار. توفير السكن انا بعتبر من الضروريات، الواحد يكون في السكن هو واسرته مقيم مستقر. لا زول يدق لك الباب، لا زول يرعبك، لا زول يقول قطع او ينزل لك زيد الايجار. ايضا الاهتمام بالصحه والسلامه المهنيه. قبل يوسف قال انه انا ابن عامل، نعم ابوي كان عامل في مزرعه كافوري، لكن انا برضه كنت بشتغل في الاجازات عامل. مره عامل في المنطقه الصناعيه، مره عامل في كافور ذات توزع اللبن، ومره عامل طلبه بتاع مباني.
لأنه أبوي كان عامل فقير دخله محدود. أنا كنت بشتغل في الإجازة أول حاجة أطلع مصاريف المدرسة وأعمل ملابسي بتاع السنة كاملة من دخلي، واشتريت عجلة باثنين جنيه عشان أسيبها المدرسة من كافور إلى الخرطوم القديمة، وكنت شغال طلبة مع مقاول من ناس شنبات الله يرحمه اسمه إبراهيم عثمان جيلي. دي جابت الصحة المهنية يا جماعة، شغالين سهرة بنصفي خرصانة بالقدح في الراس، وقعت من السقالة ضربت وشفي السقالة كسرت سنيدي. جابوا لي يا جماعة موية فيها ملح اتمضمضت، وقف النزيف وكملت اليومية بتاعتي. ما ادوني تعويض ولا طلبت بتعويض، لأنه ما بعرف حاجة صحة مهنية وتعويض وحاجة شكل ده. لما بقيت ضابط الناس قالوا يا أخي ركب سين هنا، قلت له ما بركبها لأنه أكون معاي في المراية الصباح حلق في دقني عايل لي سنيدي أتذكر أنا كنت وين. عشان كده ما في واحد يحكي لنا عن الفقر والمعاناة، إحنا عشناها حقيقة. عشان كده ما عايز الناس يمروا بنفس الظروف دي، وعايزين نحسن الظروف بتاعت العاملين أينما كانوا. فالاهتمام بالعاملين وحل مشاكلهم رفع معنوياتهم، لأنه بدون خدمة عامة زي ما أقول مؤهلة منضبطة معنوياتها عالية ما بكون في أداء. وعشان نحافظ على هذه الدولة، والدولة دي غالية يا جماعة، والشعب ده شعب عزيز غالي، الحفاظ على أمنه واستقراره ما بنلعب به مع ناس بيجون توجيهات من برا من سفارات والله من وكالات أنباء أو من مخابرات خارجية. والمظاهرة السلمية ما هي تخريب وحرق وتدمير، اللي بيحرقوا فيها دي انتوا اللي بنيتوها، واللي بدمروا فيها دي انتوا اللي بنيتوها بأموال الشعب السوداني، ومعناتها حنعيد بناء وإصلاحها برضو بأموال الشعب السوداني. فمعنى انك مضاغ في ضايقه وفي مشاكل مواجهه البلد، الناس زي ما يقول يزيدوا البلد مشاكل، بلد مستهدفه، الناس كلها حاقده انه البلد دي رغم كل الكيد عليها الشعب واقف وبلد واقف على رجلينا وحظل واقفه وصامده. وكان ممكن احنا نمشي بالطريق الساهل والقريب انه نبيع استغلالنا وكرامتنا وقرارنا بشويه دولارات، لكن البلد أعز من نبيع كرامته واستغلاله وقراره بدولار ولا بوقود ولا بقمح. بلدنا والحمد لله غنية بناسها، برجالة بنساء بأطفال بشبابة برجال بقولة، بلد غنية بموارد ربنا حبانا بها، أن نعبد الله سبحانه وتعالى أن نستغل هذه الموارد إن شاء الله لمصلحة الإنسان. حنعمل إن شاء الله، والميزانية دي هي بداية جديدة حقيقة لمرحلة اقتصادية جديدة إن شاء الله. ما بنقول في يوم وليلة نحن حنخرج، لكن إن شاء الله الرؤية واضحة جدا والطريق واضح قدامنا، والمخرج إن شاء الله والخروج إلى المستوى اللي بيتمناه كل سوداني حيكون إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله أننا كلنا مع بعض نخرج من هذه الأزمة ورحنا أكثر قوة. وكل الناس اللي بيتكلموا الآن والناس بتقول ان الحكومه سقطت والمركب حتغرق ونط منها، دي ما اول مره ينطوا يا جماعه.
ما أول مرة. والنوعية دي أنا أقول بصراحة أنه النوع اللي عايز مرحلة مو كويسة هو مع الناس زنقت هو نط منا، لا نحن عايزين ناس بيركزوا ساعة الحارة. نعم الناس بيركزوا ساعة الحارة، مش أول ما سخنت نطوا منها، لما بردت نارنا. لا احنا عايزين الزول البركز هنا ده الزول اللي حيستمر معانا ساعة البارد أيضا. لكن قبل ما أختم حديثي عندي تحية خاصة، تحية خاصة يا سعاد الكارب لرابطة المرأة العاملة. نعم إذا تحدثنا وأنا أقول بصوت العائد حدثنا عن الانضباط، والمرأة العاملة أكثر انضباطا، والمرأة العاملة حان حمد مؤهلة، وما وضعناها في موقع تنفيذي ولا سياسي والله إذا كانت قدوة وأداء متميز. أعوانكم من الوزيرات المرأة متقدمة جدا تخطط بها كل المرأة في محيطنا العربي والأفريقي. لما المرأة عندنا وصلت قاضي محكمة عليا في دول كثيرة لسه بتحاوروا هل ممكن المرأة تبقى قاضي، ما حسموا الأمر ده. نحن المرأة عندنا وصلت المحكمة العليا، والمرأة عندنا وصلت حتى في القوات النظامية إلى رتبة الفريق في القوات في الشرطة أو في القوات المسلحة. عشان كده أنا أقول فتح المجال للمرأة أنها تتبوأ إن شاء الله مناصب متقدمة، ونحن أنا على اطمئنان شديد وثقة وتحدي أن حيكون أفضل كثير من كثير من أخواننا. التحية لكم جميعا في اتحاداتكم المختلفة، التحية لاتحاد المهنيين التحية لاتحاد العمال، اتحاد المعاشين، اتحاد المرأة، رابطة المرأة العاملة، وإن شاء الله معا وجميعا نخرج السودان من كل أزماته ومشاكله. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.